listen to do plants need soil؟ هل البلانتس عشان او الزراعه او ان احنا نزرع اي بلانت ده بيحتاج لتربه، ولا ممكن ازرع السيدز اللي هي البذور من غير تربه؟ لا ده بقى اللي انت ما تعرفوش. هناخد النهارده طب خلينا نحل السؤالين دول الاول. احنا هنحلهم الاول. اول حاجه بيقول لك plants need air and sunlight only to grow. طبعا ده ايه؟ فولس، لان هي مش only، بتحتاج ايه كمان غير الاير اند sunlight؟ الووتر. الووتر، برافو عليك، لان دي من البيزك والسويل كمان من البيزك نيدز والنيوتريانتس. برافو. طيب if the plant is not watered for a long time it will die. لو احنا ما سقيناهاش بالميه لفتره طويله هتموت. هتموت، يبقى دي ايه؟ يبقى دي ترو. يبقى دي ترو. طيب دو بلانتس نيد سويل تو جرو؟ تو جرو، هل محتاجه تربه علشان تنمو؟ هنشوف الكلام ده. تو نو whether plants need soil as a basic need، هل هي محتاجه السويل دي كبيزك نيد ولا لا؟ for growth عشان تنمو or not او لا. we will germinate some seeds in a wet paper towel. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنعمل دلوقتي experiment كده، تجربه. ماشي. التجربه دي هنجيب فيها ايه؟ plastic cup contains soil. ماشي؟ يعني هنجيب كوباية بلاستيك وبلاستيك بليت قلنا طبق ومية، وعندنا ايه؟ مسطرة او متريك رولا. طيب الستبس بقى، الخطوات، هنعمل ايه؟ اول حاجة use the water، هنستخدم المية دي علشان نبل الايه؟ المناديل. يبقى هجيب المنديل ده كده وهرش عليه مية عشان اخليه منديل مبلول. ماشي؟ يبقى use the water to wet the paper towel. ماشي؟ دي أول خطوة. طيب تاني خطوة هنعمل إيه؟ place three seeds، هنحط ثلاثة من البذور. مش إحنا كنا قايلين عندنا ستة؟ ستة من البذور؟ لا، أنا هستخدم ثلاثة بس من البذور. هحطهم فين؟ على المنديل المبلول ده، وأحط المنديل المبلول ده في البلاستيك إيه؟ بليت، يعني في الطبق البلاستيك. يبقى place three seeds in the top half of the paper towel، يعني في التلت الاول من ايه؟ من المنديل. طيب and fold the bottom half of the towel up so that، يعني هرفع نصه فوق، هرفع نص المنديل فوق واسيب النص الايه؟ المبلول تحت، وعليه البين seeds او الفافا بينز. ماشي؟ طيب ايه كمان؟ it covers the seeds، لازم اخلي المنديل ده كده يبقى مغطي الايه؟ السيتس دي. then place the paper towel inside the plastic plate، وفي الاخر خالص هنروح حاطينه في الطبق الايه؟ البلاستيك. ماشي؟ طيب نمبر 3 هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الكب. احنا هنا استخدمنا ايه؟ بلاستيك بليت، واستخدمنا تاول، صح؟ منديل. لا، هنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب كب، والكب ده هنحط جواه سويل. يبقى دي هنحط السيدز في السويل، اما دي حطينا السيدز هنا من غير ايه؟ من غير سويل. ماشي؟ طيب يبقى هنعمل بلانت لثري سيدز، لثلاث حبوب من الفول، ثلاث حبوب كده، وهنحطهم في الكب in the cup that contains the soil، اللي هو بيحتوي على السويل. then water the seeds، وبعد كده اجيب الميه واسقي ايه؟ التربه. ماشي؟ طيب تفتكر امتى بقى؟ بخيالك كده البينز دي او السيدز دي هتنمو، هتعمل جرو في اللي فيها سويل ولا اللي ما فيهاش سويل؟ انت قلت في الاول ان اللي بالسويل هي اللي ايه؟ هي اللي هتنجح، صح؟ طيب
تعالى بقى نشوف ايه تفكيرك ده صح ولا في حاجة مش صح. طب اصبر بس. بليز ذا بليت هنحط الطبق اند ذا كاب والكوباية الاثنين هنحطهم قدام مين؟ بعض. قدام السان لايت. لو ما حطيتهمش اصلا قدام السان لايت الاثنين مش هي ايه؟ مش هتنمو اساسا، مش هيحصل لها درو لان هي مش هتعمل فوتوسينثيز ايه؟ بروسيس. طيب ايه كمان؟ شيك ذا جروس اوف سيدز اوفر ذا نيكست سيفرال دايز، يعني في الايام القادمه هنفضل نتابع ونشوف السيدز طلعت اهي وطلعت هنا ولا لا؟ لا اوفر ذا نيكست سيفرال دايز، بعد ايام متعدده. كلمه سيفرال يعني عديده، بعد ايام عديده يعني احسب 7 ايام، احسب مثلا 7 ايام يعني اسبوع ماشي، ونبدا نشوف ايه اللي حصل لها، وكل يوم نسقيها، كل يوم نديها شويه ووتر ونشوف ايه اللي هيحصل ماشي. فاحنا هنا اديناها كل يوم نسقيها ودي كمان كل يوم نسقيها، والاثنين معرضينهم لايه؟ للصن لايت. طيب هنلاقي ايه بقى؟ ويت ذا بيبر تاول هنبل الاثنين اند ذا سويل از نيد، يعني كل شويه هنروح ايه ساقينهم بالميه، وبعد كده نبدا نقيس ميجر، يعني نقيس ميجر يعني ايه؟ نقيس ذا جروث، النمو بتاع دي والنمو بتاع دي، نشوف انهي فيهم اللي طولت اكتر ونقيسها بالمتريك ايه؟ رولر اوف ايتش سيت يوزنج ذا متريك رولر ماشي. يبقى هنعمل بالمسطره دي ونقيس نشوف دي طلعت قد ايه ودي كبرت قد ايه. خلاص. طيب اوبزرفيشنز بقى، الملاحظات، هنلاقي ايه؟ ذا انيشال جروث اوف ذا سيدز بليزد ان ذا بيبر تاول از سيميلر تو ذات اوف ذا سيدز بلانتد ان ذا سويل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النمو المبدئي بتاعها في اول يومين مثلا بعد ال7 ايام ما خلصوا وانا رايحه اشوفهم لقيتهم الاثنين نفس الطول، سبحان الله. يبقى اللي انت كنت بتقوله ان اللي موجوده من غير التربه مش هتنمو، لا هي هتنمو بس مش هتقعد فتره طويله. يبقى الانيشال جروث، يعني ايه الانيشال جروث؟ يعني النمو المبدئي، النمو اللي في الاول خالص. الاثنين هيبقوا سيميلر يعني زي بعض بالظبط، الاثنين هيبقوا ايه؟ زي السيميلر تو ذات اوف ذا سيدز بلانتد ان ذا سويل. يبقى ذا سيدز بليزد ان ذا بيبر، يعني اللي هتتحط على التاول بيبر دي هتكون زي بالظبط اللي ايه؟ اللي موجوده في السويل، اللي موجوده في السويل. امال ايه الاختلاف؟ هتفرق في ايه؟ بعدها بقى بفتره اجي اشوفهم تاني هلاقي دي خلاص وقفت عن النمو ودي لسه مكمله بقى هتنمو، عشان في سويل، في سويل ونيوترنتس ووتر في التانية. برافو. يبقى ذا سيدز جرون وزود سويل، يعني البذور اللي نمت من غير تربه اللي هي دي wouldn't grow as quickly as the seeds in the soil، يعني دي هتنمو اسرع من دي في الفتره اللي بعد كده، بعد الايه السيفرال دايز دول، دي اللي هتنمو اكتر من دي. خلاص. طيب ايه الكونكلوجن بقى؟ هلاقي ايه؟ عارف كونكلوجن يعني ايه؟ يعني الاستنتاج. وخلي بالك اوبزرفيشن اللي قبلها كان معناها الملاحظات. اي تجربه هنعملها هيبقى فيها تولز، بص كده معايا، اي اكسبيرمنت بنعملها بيبقى فيها في الاول تولز اهي ماشي. تولز يعني ايه؟ الادوات. يبقى هيبقى فيها الادوات اللي انا بستخدمها، وبعدين الستبس اللي هي الخطوات، وبعدين اوبزرفيشنز اللي هي الملاحظات، وبعد الملاحظات الكونكلوجنز اللي هي الاستنتاج. تعرف تقولهم لي بقى؟ اول حاجه لازم يبقى فيه تولز ماشي وستبس. برافو. وايه اللي هو كونكلوجن وبعدين كونكلوجن اللي هو الاستنتاج. طيب ايه بقى الاستنتاج هنا؟ ذا بريزنس اوف ووتر، وجود الميه والسيدز والبذور، كان جرو، البذور كان ايه؟ جرو او جيرمينيت وزود سويل، ان فعلا البذور
البذور دي هتنمو من غير تربة. حصل فعلا نمو. لكن in the presence of water and the sunlight plants can grow without soil for a while, يعني لفترة محدودة. يعني هتنمو النباتات دي هتنمو بس لفترة ايه محدودة. بعد كده هيتوقف ايه النمو. But finally they need soil. ولكن في النهاية هي محتاجة ايه؟ محتاجة soil. طيب نشوفك بقى فهمت كده ولا ايه؟ The presence of soil is necessary for seeds in their initial growth. ايه رأيك في الانيشيال growth؟ يعني في النمو المبدئي اللي كان في الاول خالص في اول observation. The presence of soil يعني ظهور التربة او وجود التربة مهم في الانيشيال growth. يعني ان انا يبقى عندي تربة ده مهم للبذور ان هي تنمو الانيشيال جروث. لا فولس. فولس ليه؟ عشان انيشيال يعني هو ايه هتوقف النمو. انيشيال جروث ده يا حمزه اللي كان في الاول خالص اللي هو في اول اوبزرفيشن اللي هو الانيشيال جروث اوف ذا سيدز بليز ان ذا بيبر اللي كان موجود هنا. الانيشيال جروث كان زيه زي بالظبط اللي في تربه يعني وزود سويد. يعني لو قلت لك ان هنا وزود سويل خلاص. اما هنا دي ويز ايه؟ ويز سويل. دي في تربه دي في تربه ودي من غير تربه. فهو بيقول لك the presence of soil is necessary مهم جدا ومفيد للايه للسيدز في الانيشيال جروث. طيب يبقى فولس لان هو ما كانش عندي اصلا ايه سويل ما كانش فيه سويل. طيب when bean seeds اللي هو الفول بذور الفول growing in a wet paper towel they need soil after while يعني بعد فتره هي محتاجه ان هي تتحط في سويل في تربه. لازم تتحط في تربه فترو ترو. يبقى بعد ما بنحطها يعني انا ممكن اعمل التجربه دي خلاص. فبعد ما بتحطها البذور دي في على المنديل المبلول وتبدا ان هي تنمو اخدها وانقلها في ايه السويل. في سويل. برافو عليك في تربه. طيب السان لايت ده كان مهم جدا عشان عمليه ايه عشان ماشي هي من البيزك نيدز بس عشان الفوتوسينثيس بروسيس. ليه؟ تو ميك زيرون فود. يبقى الكلمه دي جابت كل الاسئله خلاص. ميك زير اون فود ثرو فوتوسينثيس مين بروسيس. طيب ايه تعريف الفوتوسينثيس بروسيس الديفينيشن بتاعه؟ The green parts of plants اللي هي مين؟ اللي هي الليفز. لان الاجزاء الخضراء من النبات هي مين؟ الليفز. بايه بتعمل ايه بقى؟ absorb sunlight to make their own food. يبقى نقدر نقول ان هي العمليه اللي فيها الاوراق بتمتص السان لايت اللي هو ضوء الشمس تو ميك زير اون فود عشان تعمل الايه الطعام بتاعها الفود بتاعها اللي هو مين؟ الفود بقى الشوجر. برافو. يبقى الفوتوسينثيس بروسيس ات از ذا بروسيس ثرو ويتش ذا جرين بارتس اوف بلانتس. ممكن اشيل دي خالص ما اقولهاش واكتب بدلها مين؟ ليفز. يبقى it is the process through which leaves absorb sunlight to make their own food. طيب how can plants make their own food through photosynthesis process؟ يعني ازاي البلانت ده بيعمل الغذاء بتاعه؟ قلناها المره اللي فاتت بيعمل الغذاء بتاعه عن طريق عمليه الفوتوسينثيسيس. انا عارف محتاج ان هو يعني sun light ماشي وايه وكربون دايكسيد جاز فروم ذا اير من الهواء من الهواء وبلانت
والبلانت روتس ابزورب ووتر وفروم ذا سويل، وهو نسي بقى في نيوترانس والنيوترانس. برافو. ها ايه كمان؟ سايد ذا جرين بلانتس في انا لازم نديها سان لايت انلام كربون دايكسيد جاز كمان. برافو. تو كومباين ويز ووتر عشان يشترك مع الميه مع الووتر، وتدينا مين الاثنين اللي كانوا بيطلعوا مين ومين؟ الاكسجين والشوكر. اكتر اثنين سهلين صح؟ يبقى الموضوع سهل خالص. ان الجرين بارتس اللي موجوده فين؟ في الليفز، بتبدا تعمل كوليكت. يعني ايه كوليكت؟ تجمع، عماله تاخد، تاخد مين؟ السان لايت اند الكربون دايكسيد جاز. هتجيب الكربون دايكسيد جاز منين؟ فروم زئير. فروم زئير. طيب البلانت روتس بقى هتبدا تعمل ابزورب لمين؟ للووتر and the nutrients from a from the soil. Inside the green plants the sunlight بيسمح لمين؟ للكربون دايوكسيد اللي هو CO2 ان هو يتحد مع مين يا حمزة؟ مع الووتر. يبقى الكربون دايوكسيد هيتحد مع الووتر عشان يدينا مين ومين؟ شوجر. الشوجر والأكسجين. والاكسجين اللي هو الاو 2. خلاص. طيب الاكسجين ده which released in the air هيطلع فين؟ في الهواء. لان دايما الكربون دايوكسيد والاكسجين الاثنين دول جازز، بيبقوا موجودين فين؟ في الاير. ليه بقى؟ to help living organism space، عشان احنا نفسنا كليفنج اورجانيزمز ان احنا نقدر ايه؟ نتنفس. بريس يعني ايه؟ يتنفس. يبقى هي تو هيلب. فايدة الاكسجين ايه؟ هتقول كده تو هيلب ليفنج اورجانيزمز بريس. ماشي. طب الشوجر؟ الشوجر فايدته ايه؟ فود اوف بلانت. برافو. ها ماشي. جيفز ذا بلانت ذا انرجي ات نيد. يبقى هسألك سؤال، الشوجر يدي مين؟ الفود يدي مين؟ الانرجي. يدي طاقة. طب والاكسجين يدي ايه؟ بريس. يدي بريس، تنفس، عشان يخلي الرئة تشتغل تاخد اكسجين او ايه؟ او ان هي تقدر تتنفس عشان نعيش كمان. عشان نعيش، ما هو ده كله ليفنج ايه؟ اورجانيزمز تو بريس. يبقى فايدة الاكسجين البريسنج، فايدة الشوجر الايه؟ الانرجي. يبقى هتقول بقى give the plant the energy it needs to grow، تديها طاقة عشان تقدر تنمو. ماشي؟ ماشي. لذلك الفوتوسينثيس بروسيس، شايف المعادلة اللي أنا عملتها لك دي؟ هي دي اللي كاتبها هنا. sunlight وكربون دايكسيد جاز ووتر وأكسجين وشكر. هيدينا الأكسجين اللي هو الـ O2 زائد إيه؟ الشوجر. أنا شايف بصراحة. ماشي. طيب هنعمل تجربه ثانيه بتو بلاستيك كابس. هنجيب تو كابس، تو كابس يعني كوبايتين، وتو بين سيت. وتو بين سيت. هو بس يعني غير ان هم شالوا يعني الكتير بتاع السيت ده، شالوا شال السيت الكتير اللي كانوا حاطينه، اللي كانوا السته اللي كانوا حاطينها. اه يعني هم دول كانوا كتير قوي السته، ما هم حطوا ثلاثه، عملوا بيهم ثلاثه، حطوهم من غير سويل، وبعدين الثلاثه التانيين حطوهم في سويل. هنا بقى تو بين ايه؟ تو بين سيت، هم اتنين بس، وجابوا تربه وجابوا ايه؟ ووتر. طيب عملوا ايه؟ اد ذا سويل تو ذا تو كابس، يعني بدا يحط هنا في التو كابس سويل تربه. تمام. Then put the bean seeds on the soil. وبدأ يحط السيتس اللي في ايده دي، بدأ يحط هنا واحدة وهنا واحدة. ماشي؟ Where each cup contains one seed. كل واحدة فيهم هيبقى فيها one seed. واحدة. واحدة بس. And cover the seeds with about 2 cm of soil. يعني هنبدأ نغرسها شوية كده لحد ما يبقى ايه؟ 2 cm. ماشي؟ 2 سم. طيب. Add the same amount of water to each cup to moisten the ايه؟ the soil. يعني هيبدأ يرش عليها مية عشان تبدأ moist، يعني ايه؟
مويست يعني ايه؟ رطبة، عشان يخلي السويل دي تكون فيها رطوبة، عشان كده قلنا ايه؟ تو مويستن ذا ايه؟ ذا سويل. طيب بوت ذا ريد كاب فيسينج ذا سان لايت، هيحط دي في السان لايت، اما دي في الدارك مش هيحطها في سان لايت. ها تتوقع ايه اللي هيحصل؟ الزرقاء مرها الى اللو الحمر خلاص بقى خلاص هي لسه عايشه. دي هتعيش لكن دي ايه؟ هتموت. المهم سيبنا من الاوبزرفيشن دلوقتي لسه هنكمل. Both the red cup قلنا facing the sunlight and the blue cup in dark ايه؟ in dark place. طيب water both plants regularly، يعني هنبدا كل يوم نسقي التربتين دول، هنفضل كل يوم عمالين نسقي فيهم عمالين نسقي فيهم كل يوم خلاص. وبعد كده هنلاحظ بعد اسبوعين، بعد ايه؟ اسبوعين. بعد اسبوعين هنلاحظ ايه اللي هيحصل. طيب الاوبزرفيشن هنلاقي ايه؟ after two weeks يعني بعد اسبوعين we observe the plant in the red cup، يعني البلانت اللي كان فين؟ اللي في الريد. بص بص زاد قد ايه؟ بص يا حمزه زاد كتير قوي بدل ما هو كان حته زاد خالص اهو وحصل له برو، لكن ده ما حصلوش برو، فبالتالي مين فيهم هيبقى اطول؟ ذا بلانت ان ذا ريد كاب اللي كان في الاحمر تولر زين اكبر من البلانت اللي كان في الايه؟ في البلو، في البلو كاب. طيب ذا بلانت ان ذا ريد كاب ايه اللي هيحصل له؟ هاز فور ليفز وذ دارك جرين كلر، يعني بدا يبقى ليه كام واحده؟ عد كده 1 2 3 4 تحت يبقى بقى ليه 4 ايه؟ 4 ليفز وذ دارك جرين كلر. بص لونهم اخضر غامق، لونهم ايه؟ اخضر غامق. طيب why is the plant in the blue cup has two small leaves، لكن هنا بص كم واحد؟ 1 2 بس، يبقى كام ليف هنا؟ 2 جدا اه وصغيرين خالص. اما دي ليها كام؟ 4 with pale green color، حتى ده اخضر غامق لكن ده اخضر شاحن او مصفر كده دبلانه يعني. طيب هنا conclusions بقى الاستنتاج. Sunlight is a basic need for the plants like water and air. And air. يبقى ان sunlight ده ضروري و basic need. يعني ايه basic need؟ احتياج اساسي. يبقى احتياج اساسي بيزك مين؟ لمين؟ للبلانت. زي مين ومين؟ زي الووتر والاير. يبقى انا عندي كده في ثلاث حاجات، مين هما؟ مين هما؟ سانلايت ووتر واير. طيب السان لايت از امبورتنت تو بلانت جروس، يعني مهم جدا عشان النبات ايه؟ ينمو. بيكوز بلانتس يوز سان لايت تو ميك زير وين فود. ماشي يا عم. يبقى بيكوز بلانتس يوز سان لايت تو ميك زير وين فود. سو ذا بلانت وذاوت سان لايت دازنت جرو، يعني من غير الشمس ايه اللي هيحصل؟ doesn't grow هيجيلك في what happen. what happen if ايه اللي يحصل لو مفيش sunlight؟ هتقول ايه؟ doesn't grow well because it has less food. less food. حاجات خلصنا؟ in the absence of sunlight يعني في غياب. كلمة absence يعني ايه؟ عكسها ايه بقى؟ عكس غياب؟ عكس كلمة absence. كلمة absence لسه واخدينها في السؤال اللي فات، عكسها presence. ماشي يبقى presence دي ايه؟ عكس وجود. عكس absence وجود. اما absence دي عكس دي ايه؟ في غياب. بص خدناها هنا اهي presence of soil يعني وجود السويل. ماشي. اما absence دي اللي عكسها بقى اللي هي ايه؟
غياب السويل. غياب السويل. بلانتس كان ميك زير اون فود لما ما يكونش فيه صن لايت. فوت. يبقى فوت مش هتقدر ان هي تعمل اصلا فوتوسينثيس بروسيس، فبالتالي مش هتعمل زير اون فود. وين ابلانت جرو ان صن لايت اتس ليفز بيكم بول جرين. احنا قلنا بول جرين يعني ايه؟ مسفر. بيل جرين يعني ايوه اخضر مسفر. ها لما بيبدا ينمو في الصن لايت هيبقى الليفز لونها بيل جرين. فولس برضه. فولس برضه يبقى المفروض ايه؟ دارك جرين. اكسرسايز ليسن تو. ايوه زي احنا عارفين يبقى ده دارك ايه؟ دارك جرين. طبعا اكسرسايز ليسن تو دي هوم وورك وهشوفها المره اللي بعدها السيشن اللي جاي ان شاء الله. ماشي لحد صفحه 28. بس احنا زي ما انا معوداك هنحل كذا سؤال. هنحل كذا سؤال برده الاول قبل ما الحصه تبدا، وبرده هنقرا الكلمات الاول عشان الكلمات سيف. ماشي سيف. كلمات مش كتير على فكره، ما تهزرش. امبات يعني جيرمينيشن. قول معايا ريبيت اكتر مني. جيرمينيشن. جيرمينيشن يعني امبات. ويت يعني مبلل. بيبر تاول. قول كده. بيبر تاول دي منشفه ورطيه. ها. ميجر. روز. سبراوت. سبراوت. سبراوت يعني ايه؟ الجهاز هو مين؟ اكسجين. الاكسجين. حتى كمان بص لو كملت بقيه الجمله it is needed for respiration of living organisms. طيب the presence of nut and nut and air is very important for plants to grow. وجود ايه وايه وايه؟ يعني وجود الموتور. ماشي. والصنلايت. والصنلايت. بس كده. جيف ريزون يتحل. ما انا عارف. جرين بلانتس كان ميك زير اون فود. ليه؟ بيكوز بيكوز ذا بلانت سرفايف. لا بص بقى، بص بقى احنا هنتفق اتفاق. يجي لك في السؤال كلمة فوتوسينسيس بروسيس. يبقى الإجابة هتكون مين؟ To make its own. To make its own food. تيجي لي دي هي اللي في السؤال make their own food because it make photosynthesis process. اه العكس. فهمت؟ يبقى دي جت في الإجابة يبقى دي السؤال. دي جت في السؤال يبقى دي الإجابة. فهمت؟ طيب هنا the process is called نقط. البروسيس دي اسمها ايه؟ جيرمينيشن. جيرمينيشن المفروض جيرمينيشن لان دي عمليه انبات بس دي ما حصلش فيها ايه؟ فوتوسينثيس بروسيس. طب سيدز اوف بلانت ويل نيد نقط تو كومبليت اتس جروث افتر ميني دايز. هتحتاج ايه؟ خلاص يا بطل احنا كده خلصنا حصتنا. ذاكروا كويس يا اولاد واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ما تنسوش الكلمات سيف وتحلوا الهوم ورك. يلا باي باي.